مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء وحياكم الله في حلقات السنة التحضيرية، ونحن في عمادة السنة التحضيرية من جامعة الملك سعود، وحديثنا اليوم عن قسم اللغة الإنجليزية. 12,000 طالب يدرسون في السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود، لا شك أن هذا العدد المهول لهم اهتمام كبير. أسعد حقيقة وأشرف بضيفي الدكتور عبد العزيز أبن مي، وهو رئيس قسم مهارات اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية. حياك الله دكتور. الله يحييك، أهلا وسهلا ورحب بكم. الدكتور، ربما لا شك الحديث يطول عن حاجة الطالب في هذه الأيام للغة الإنجليزية. يعني أنا ما بودي أن أقدم يعني تقدمة كبيرة عن الأهداف التي لا شك أنتم حرصتم على تواجدها في رقي مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية، لكن قد يسألك الطالب المستجد خريج الثانوية العامة وهو توجهنا في هذا البرنامج له، ما هو الهدف من هذا الكم الكبير الذي يدرس في اللغة الإنجليزية؟ كان في أحد الحلقات معنا عميد السنة التحضيرية وذكر أن 60% من المناهج التي تدرس في السنة التحضيرية هي من اللغة الإنجليزية، ما السبب؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء لتوضيح الصورة عن برنامج اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود. اللغة الإنجليزية كما نعرف جميعا هي أحدى متطلبات النجاح في حياتنا اليومية وحياتنا العملية، وأيضا في حياتنا الدراسية بالنسبة لطلاب جامعة الملك سعود. كان من المهم التركيز على هذه اللغة الإنجليزية نظرا لأن الكثير من التخصصات، إن لم تكن أغلب التخصصات، يتم التعامل فيها باللغة الإنجليزية. خلنا نتكلم عن التخصصات الهندسية والتخصصات الطبية والصحية. نعم. لذلك جاء القرار بالتركيز بشكل مكثف على اللغة الإنجليزية وتدريس اللغة الإنجليزية. أيضا لوحظ أن هناك نوع من الانخفاض المستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية في مخرجات التعليم العام، ولذلك لابد من التركيز على هذه اللغة الإنجليزية وتزويد الطلاب بجرعة مكثفة من اللغة الإنجليزية حتى تكون سبيلا أو وسيلة لنجاحهم، لا في حياتهم الدراسية بل في حياتهم العملية بعد التخرج من جامعة الملك سعود. نحن نؤمن أن جامعة الملك سعود هي إحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي، ولذلك كان من لابد من التأكيد على أن يتخرج الطالب، أن يكون خريج جامعة الملك سعود خريجا مميزا. ومن أحدى أهم مكونات التميز في طالب اللغة الإنجليزية في طالب جامعة الملك سعود هو أن يكون متزودا باللغة الإنجليزية. ممتاز. الآن بمجرد إقبال الطالب على الجامعة لابد أن هناك اختبار تحديد المستوى الذي يتقدم له الطالب، وبالتالي يتم تحديد المستوى الذي سيدرس من خلاله. ما هي طبيعة اختبار تحديد المستوى؟ طبعا هي عملية مع عملية التطوير المستمر والتقييم المستمر أيضا لتدريس اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية، لوحظ وجود بعض الملاحظات على النظام القديم. فتم الاستعانة بمجموعة من المقررات الجديدة، وبناء عليها تم اختيار نوعية معينة من الكتب الدراسية التي تطلبت وجود اختبار معين لتحديد المستوى مكون من 85 سؤالا. ممتاز. حتى نستطيع أن نوزع الطلاب على 3 مقررات. يفترض بالطالب أن يدخل الاختبار، يستغرق الاختبار حوالي 75 دقيقة. يركز هذا الاختبار على مهارتين أساسيتين. طبعا الاختبار يكون بشكل إلكتروني.
هو عبر الحاسب الآلي، نظرا لأنه الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات ونظرا لضيق الوقت، ارتأى القسم أو ارتأت عمارة السنة التحضيرية أن يكون الاختبار ورقيا في البداية، وفي الإمكان في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى أن يكون الإلكترونيا، علما أن الاختبارات اللغة الإنجليزية ومجموعة من الاختبارات المواد الأخرى في عمارة السنة التحضيرية هي اختبارات إلكترونية. إلى الآن لا زال الاختبار يعني بشكل ورقي؟ نعم. والتصحيح كذلك يكون بشكل ورقي؟ التصحيح يتم عن طريق نستخدم ما يسمى بسكانترون شيتس، عن طريق عملية إلكترونية حتى تطبق عملية الدقة، وتستطيع أن الآلاف الأوراق آلاف الإجابات في خلال ساعة واحدة. وبالتالي الأسئلة MCQ Multiple Choice هي اختيار متعدد. نعم. نعم. هي من اختيار متعدد. نعم. ممتاز. عادة ما تكون الأسئلة مثلا معيارية بحيث أنه يحدد نوع أو ما هي يعني ثقافة الطالب وتكشف الفوارق بين الطلاب؟ هو طبيعة اختبارات تحديد المستوى ترتبط بمناهج معينة. اختبارات تحديد المستوى بما أنها ترتبط ب مقررات معينة لا تقيس مدى مستوى الطلاقة لدى الطلاب، تقيس مدى قدرة الطالب على اجتياز مقرر معين. ممتاز. ولذا أيضا أخذنا بالاعتبار أن تميز هذه الاختبارات أو هذا الاختبار يميز بين الطلاب في ثلاثة مقررات سيدرسها الطالب على حسب المسار الذي هو فيه. ممتاز. في حال فشل الطالب في تجاوز هذا الاختبار هل توجد هناك استثناءات أم لا؟ سأأخذ منك الإجابة، لكن بعد هذا التقرير الذي أعده الزملاء عن قسم اللغة الإنجليزية في السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود نتابع. اللغة الإنجليزية وقبل كل شيء هي لغة التخاطب والعلم في عصرنا الحالي، لذا حرصت عمادة السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود بتقديم برنامج مكثف لطلابها، ويعملون على الدوام على تطوير الخطط الدراسية لمسيرة التطور الهائل عالميا في مجال تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية. وقد سعى القسم للاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية الرائدة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية مثل خبرة جامعة كامبريدج، ويسعى القسم كذلك لتحقيق الجودة العالية من خلال تعاقد القسم مع مؤسسات دولية عالمية مشهورة في ضبط الجودة مثل إيكوالز لتقييم خطط وعمل إنجازات القسم. يهدف برنامج اللغة الإنجليزية إلى تطوير كفاية الطلاب في اللغة الإنجليزية وتزويدهم بالمهارات اللغوية الأساسية التي يحتاجونها في دراستهم الأكاديمية وحياتهم المهنية في المستقبل. وقد حقق البرنامج بفضل الله أرقاما قياسية في عدد المتقدمين والحاصلين على شهادة اختبار الآيلتس، وذلك لأن الحاصل على هذه الشهادة بمعدل 5 وما فوق يحصل على الدرجة الكاملة في الفصل الأول من السنة. أما عن الأسلوب التعليمي فيتمثل في مشاركة الطالب في الأنشطة وتوظيف محصلته اللغوية الإنجليزية وممارسة اللغة داخل أروقة الجامعة لتحسين مهارات المحادثة وبعض القواعد اللغوية. هذه الجهود المبذولة يقدمها القسم للأخذ بيد الطالب نحو النجاح والتفوق وتحقيق الحاجة أو الكفاية اللغوية التي يحتاجها الطالب في تقدمه لمسيرته الجامعية، ولا تتضافر هذه الجهود إلا بمساعدة الطالب نفسه على تحقيق الأهداف التي رسمها له القسم. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد. إذن هذا هو قسم اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية في أم الجامعات جامعة الملك سعود. دكتور، عادة إن فشل الطالب في تجاوز مثلا الاختبار تحديد المستوى هو لا يوجد فشل، قد يكون مثلا يعني شعر بظلم والله، لم يكن مثلا مستعدا بشكل الجيد أو غير حاضر الذهن، وبالتالي حصل على درجة متدنية ويترتب عليه أنه يدرس في مستوى أيضا يعني ابتدائي. هل يستثنى هذا الطالب ويسمح له بإعادة الاختبار؟ دعني كي أجيب على هذا السؤال أن أوضح بعض الأمور عن المقررات الدراسية الثلاثة التي نقوم بتدريسها لمختلف الطلاب وطالبات التخصصات في جامعة الملك سعود. ممتاز. حالما يدخل الطالب والطالب اختبار تحديد المستوى يتم وضعه في مقرر من 3 مقررات. المقرر الأول يتكون من 20 ساعة، المقرر الآخر من 15 ساعة، المقرر الأخير أو الثالث من 8 ساعات. هذه هي المستويات، تعتبر مستويات. لكن سميناها الآن بدأنا نسميها مقررات الآن. ممتاز. حتى يستطيع الطالب أن يكون يوضع في المقرر المناسب له. ممتاز. هناك مجموعة من الأهداف التعليمية المحددة
التي ينبغي على الطالب أو الطالبة أن يتمكن من أن يكون إتقانها. نعم. بنهاية كل مقرر هي نفس الأهداف التعليمية، لكن الفرق بين المقررات الثلاثة هو في حجم مدى الكثافة ما يتم تدريسه من أجل الوصول إلى هذا الهدف التعليمي. فرضا لدينا هدف معين، الهدف الأول في المقرر الأول ربما يستغرق الأمر 3 ساعات، في المقرر الثاني المكون من 15 ساعة يستغرق ساعتين. في المقرر الثالث قد يستغرق الأمر نصف ساعة، نظرا لأن مستوى الطلاقة لدى الطلاب أعلى بكثير من الطلاب المقررات الأخرى. نعم. لذلك كان من المهم التركيز أنه الأهداف التعليمية هي نفسها لا تتغير، ما يختلف هو مدى الزمن المستغرق في تدريس هذه المقررات. لذلك ليس هناك ما يسمى فشل، لكن الطالب يفترض به أن يجيب على الأسئلة التي يعرف، يثق تماما أنه يعرف إجاباتها. نعم. السؤال الذي لا يعرف إجابته يجب عليه أن يتركه من دون إجابة حتى نستطيع أن نضعه في المستوى الصحيح في المقرر المناسب له. نعم. لكن هل يستثنى مثلا الطالب إذا والله لم يكن حاضر الذهن بشكل جيد وإجابته شعر أنه والله أنا مستواي أفضل منه؟ نعم. هناك حالات كثيرة، حالات يعني نعم. تأتينا أنه من بعض الطلاب والطالبات يعتقد أن مستواه أعلى. هنا نرجع إلى الطالب لمن يقوم بتدريس في داخل القاعة التدريسية، المدرس إذا رأى، خصوصا أن نستخدم مدرسين على مستوى عالي من الكفاءة، إذا رأى أن الطالب والطالبة مستواهم أعلى أو أقل نأخذ برأي المدرس ونضع الطالب في المقرر المناسب له. نعم، على حسب رأي المدرس. مدرس، نعم. اللي يعني من يقوم بالتدريس داخل القاعة التدريسية. نعم. قد يغير مستوى دون الرجوع إلى الاختبار. لا لا ولا نعيد الاختبار. لا يمكن. هناك بعض الحالات يعني يطلب الطالب، يرى الطالب أنه أجاب على مجموعة من الأسئلة أو أجاب على كل الأسئلة ويرى أنه لا بد أن يعاد اختبار تحديد المستوى. ليس لدينا مانع أن نعيد اختبار تحديد المستوى بالنسبة لهذا الطالب، لكن هناك حالات معينة نرى أن بعض الطلاب مستواهم أعلى أو مستواهم أقل فيتطلب الأمر تدخل. المهارات اللي يشملها اختبار تحديد المستوى، هل فقط تكتفي مثلا بما أنه كتابي تكتفي بالجرامر مثلا القواعد أو مثلا في الفوكابولاريز اللي هي المفردات، أما أن هناك بعض المهارات لا تشملها يعني زي مثلا listening الاستماع أو مثلا conversation المحادثة؟ نعم، هو الاختبار يركز على القواعد وعلى الفوكابولاري وعلى مهارة القراءة أيضا. نعم. بحكم طبيعة الاختبار وبحكم البرنامج التعريف بحكم الأعداد الكبيرة من الطلاب، الحقيقة تم استبعاد مهارتي الاستماع، مهارة الاستماع تم استبعادها والكتابة أيضا. طيب ما تجدها دكتور ضرورية يعني أحيانا؟ هي هو طبيعة اختبار تحديد المستوى أن يعطيك انطباع معين، انطباع شامل عام عن مستوى الطالب، وبالتالي تكفي هذه المهارتين أنها تحدد يعني مستوى الطالب. طيب الآن دعنا نتحدث عن المناهج، ربما أنت ذكرت المستويات الثلاثة أو المقررات الثلاثة التي يتم دراستها بعد تخرج الطالب أو تجاوزه لهذه المقررات الثلاث، هل سيكون مؤهلا مثلا لتخصص معين فبالتالي تصبح اللغة الإنجليزية التي يدرسها هي إنجليزية أكاديمية طب. أم أنها حياتية عامة ممارسات يومية يستفيد منها اجتماعيا؟ هو كان من المهم بالنسبة لنا في قسم مهارات اللغة الإنجليزية أن نمزج بين اللغة الإنجليزية العامة واللغة الإنجليزية التخصصية واللغة الإنجليزية الأكاديمية. نعم. على حسب المستويات، على حسب المسارات أيضا. مقررات اللغة الإنجليزية في الفصل الأول تركز على اللغة الإنجليزية العامة، في الفصل الثاني تركز على اللغة الإنجليزية الأكاديمية بالنسبة للطلاب المسار الصحي، واللغة الإنجليزية التخصصية أيضا بالنسبة للطلاب المسار الهندسي أو العلمي، واللغة الإنجليزية الأكاديمية للطلاب المسار الإنساني. نعم. في إمكان أن نسهب الحديث عن اللغة الإنجليزية التخصصية، على سبيل المثال في مسار الصحي هناك تدريس لما يسمى الميديكال تيرمينولوجي، المفردات الطبية والصحية المستخدمة على نطاق واسع. والحقيقة أنه ثبت أنه هذه كانت لها فائدة كبيرة للطلاب المسار الصحي. لكل مسار يعني مقرر الإنجليزية الخاص به في الفصل الثاني. نعم. يمزج بين اللغة الإنجليزية العامة واللغة الإنجليزية الأكاديمية أو التخصصية. ممتاز. لكن دعني أسألك الآن، يعني ربما يرد لذهن البعض بالذات من الطلبة الآن خريجي ثانوية والمقبلين على سنة تحضيرية،
أن والله المناهج اللغة الإنجليزية قد تكون مكملة لمناهج الإنجليزية في الثانوية العامة؟ نعم. كيف تجد هذا صحيح؟ هي مكملة بنسبة معينة، لكن الحقيقة احنا وجدنا أنه هناك حاجة لتزويد الطلاب بجرعة معينة من الأساسيات اللغة الإنجليزية. نعتقد أنه لابد من وجود هذه الأساسيات حتى يمكن الطالب من النجاح، من يكون قادرا على تقان اللغة الإنجليزية التي تخدمه في مجال تخصصه. ولذلك نعتقد هي عملية يعني تكميلية وأيضا بدء من جديد. نعم. الآن أنتم في اختبار تحديد المستوى، ربما تجاوزتم بعض المهارات اللي يعني لا شك أنه لها دور مؤثر. نعم. في تدريس المقرر دكتور، هل يتم والله استخدام التقنية في تعليم الطلبة؟ مثلا بعض المهارات زي الليسنينج وكذلك. نعم. يعني المهارات الأخرى هل تستخدم في تطبيق اللغة الإنجليزية؟ أحد معايير اختيار الكتب الدراسية كان وجود ما التطبيقات الحاسوبية التي تمكن الطالب من أن يستخدم هذه، أن يصل إلى المنهج الدراسي من خلال الإنترنت، من خلال الشبكة الحاسب، أيضا من خلال الحاسب الشخصي، أيضا من خلال القاعات التدريسية المجهزة لدينا بأحدث الأجهزة الإلكترونية. هذا ممتاز. العنصر كان مهما، اللي هو يسمى الديجيتال الكونتنت، كان يعني المحتوى الرقمي، أو كان ضروريا أن يكون موجودا حتى نستطيع أن نقوم بعملية التدريس. نحن لا نعتمد على الطريقة التقليدية فقط، بل نستخدم وسائل الحديثة في عملية التدريس، ونحن نعرف أن هذا هو زمن التقنية. وسائل الحديثة دكتور، فرضا على استخدامات تطبيقات الآيباد، نستخدمها أيضا في تدريس الطلاب من خلال المفردات، القواميس الرقمية، وكل هذه التطبيقات، أيضا المحتوى كاملا إلكترونيا موجود لدينا يستطيع الطالب أن يصل إليه. لكن خلال شرح المدرس مثلا للمادة داخل الفصل، هل يتم أيضا استخدام وسائل تقنية حديثة أم أنه فقط يكتفى باللوح؟ لا، مؤكد، خصوصا فيما يخص مثلا الليسنينج وهذه المهارة بالتحديد، يستمع الطالب خلالها إلكترونيا بحيث يكون سهل على الطالب الاستماع إليها. ممتاز ممتاز. دعني أسألك الآن، هذا البرنامج الذي حددتموه أنتم للغة الإنجليزية هل جاء مستوعبا لفروقات الطلبة؟ يعني في المستوى الواحد أو في المقرر الواحد لا شك أن الطلبة لا يتساوون، هل جاء يعني مستوعبا لهذه الفروق عند الطلبة؟ نعم، توزيع الطلاب في ثلاث مقررات تختلف في أعداد الساعات، هذا كان واحدا من أساسيات اختيار هذا النظام الجديد للغة الإنجليزية، بحيث أنه يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الكبيرة بين بعض الطلاب. هناك طلاب ذوي مستويات عالية جدا في اللغة الإنجليزية، يتكلمون بدرجة عالية من الطلاقة في اللغة الإنجليزية، وهناك طلاب يحتاجون إلى أساسيات اللغة الإنجليزية، ومن هنا جاءت المقررات الثلاثة والتي تختلف في عدد الساعات التي تم تدريسها في كل مقرر. جيد. طبعا لا شك أنه سأسألك أنا عن تعليم اللغة الإنجليزية، هل يكتفي فقط داخل الصف أم أن هناك أنشطة لا صفية؟ لكن سأسألك هذا السؤال بعد فاصل قصير. إذن فاصل مشاهدينا الأعزاء، ثم لا. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد، نحن في حلقة السنة التحضيرية والخاصة بعمادة السنة التحضيرية في أم الجامعات جامعة الملك سعود، وعن قسم اللغة الإنجليزية وبرنامجهم المدرس في هذه السنة. أسعد وأشرف من جديد بضيفي الدكتور عبد العزيز أبن مي، وأنت رئيس قسم مهارات اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود، حياك الله مجددا. الله يحييك دكتور. البحوث والمشروعات التي يقدمها الطالب لا شك في كافة المراحل الدراسية في الجامعة تسهم وتثري ثقافته لا شك، هل هذا مطبق لديكم في قسم اللغة الإنجليزية في السنة التحضيرية؟ نعم، حالما يتم ينهي الطالب المستويات المقررات الفصل الأول، نعم، عليه أن يدرس مقررات الفصل الثاني التي تركز على اللغة الإنجليزية العامة واللغة الإنجليزية التخصصية. نعم. أو اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية. أعطيك على سبيل المثال طلاب المسار الإنساني، نطلب منهم أن يأخذوا أو يدرسوا مقررات المساء اللغة الإنجليزية الأكاديمية التي تهيئهم لسوق العمل. على سبيل المثال كيفية كتابة البحوث
كيفية تعبئة مختلف النماذج باللغة الإنجليزية، كيفية القيام بعروض معينة باللغة الإنجليزية حتى يستطيعوا إقناع الناس بفكرة معينة يستخدمونها في تطبيقات مختلفة. القدرة على القدرة على تقديم أنفسهم، كتابة السيرة الذاتية، مثل هذه اللغات، مثل هذه المهارات يتم تدريسها للطالب ضمن اللغة الإنجليزية الأكاديمية. طلاب المسار الإنسان العلمي على سبيل المثال، يطلب منهم كتابة مختلف البحاث باللغة الإنجليزية، يتم تدريسهم كيفية كتابة مختلف أنواع البحوث في المجال العلمي. ممتاز. دعني أسألك الآن عن أعضاء هيئة التدريس، ولا شك أن اختيارهم بشكل دقيق بالذات في أثناء التحضيرية وتواصل الطلبة معهم وهم خريجي الثانوية العامة بحاجة لمن يفهم نفسياتهم أحيانا، فكيف يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس لديكم؟ يتم أولا التحقق من سيرتهم الذاتية، نعم، فحصها بشكل كامل، مؤهلاتهم، مدى خبراتهم، مدى حصولهم على شهادات معينة في تدريس اللغة الإنجليزية. بعد ذلك حالما يتم قبولهم في البرنامج يخضعون لبرنامج تعريفي كامل عن طرق وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية، عن ثقافة المجتمع السعودي، عن طبيعة الطالب السعودي، عن مختلف طبيعة النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، عن الأنظمة المختلفة للمملكة العربية السعودية. وبعد ذلك يوضعون داخل القاعة التدريسية، يتم تقييم أداء المدرس بشكل مستمر، وخصوصا في أول شهر من عملية التدريس حتى نضمن عدم وجود أي مشاكل في أداء المدرس. ذكرت أنه يتم تثقيف المدرس عن ثقافة المجتمع السعودي، وكأنه هناك في مدرسين من غير السعودية، نعم، طبعًا يعني من النيتفز المواطنين اللي يتحدثون اللغة الإنجليزية. متطلبات البرنامج أن يكون معظم مدرسي اللغة الإنجليزية هم من المتحدثين اللغة الإنجليزية بلغتهم كلغتهم الأم أو ما يسميهم بالنيتف سبيكرز، وبالتالي تصبح الفائدة أكبر لدى الطالب طبعا بالنسبة للطلاب. لكن في هذه المرحلة كيف يتم والله يعني على الأقل تعديل الثقافة فيما يعني يلقن المدرس للطالب؟ هو الحقيقة يعني نركز على أنه عن عدم الحديث عن أشياء معينة، أنه يكون هناك تواصل مستمر بين المدرس والطالب بحيث يخدم العملية التعليمية دون اللجوء أو الحديث عن نقاط قد تثير الخلاف بين الطالب أو المدرس. جيد. احنا الان بعد ما استمر الطالب في الدراسة لا شك أن نصل الى مرحلة الاختبارات. عند دخول الطالب الاختبار، هل جاء هذا الاختبار مثلا يعني مستوعبا لكافة مستويات الطلبة؟ الاختبار واحد لجميع المقررات منه كل مقرر له اختبار بعينه؟ نظام التقييم الطلاب الذي في النظام الان وفي المقررات الجديدة، نعم، مكون من جزئين. هناك اختبارات، الاختبار الشهري والاختبار النهائي، وهناك نظام التقييم المستمر فيما يخص مهارتي الكتابة ومهارة التحدث. نعم. فيما يخص اللغة الإنجليزية، اختبار اللغة الإنجليزية، الاختبار الشهري والاختبار النهائي يركز على مهارات القراءة والمفردات وقواعد اللغة الإنجليزية ومهارة الاستماع. ممتاز. وهذا اختبار محوسب طبعا يعتمد على الأهداف التعليمية، هو اختبار موحد لجميع المقررات بما أننا نتكلم عن أهداف تعليمية واحدة لجميع المقررات الثلاثة. نعم. بحيث أن المهارات لابد أن يتقنها الطالب، نعم، خلال هذا الاختبار، وبالتالي يستطيع تجاوز الاختبار. نعم. طيب إن لم يستطع الطالب تجاوز هذا الاختبار، هي درجة معينة الحقيقة يعني لابد أن يحصل عليها الطالب، هي لكن تقارب كم دكتور أو تساوي كم؟ طبعا احنا نظام الجامعة أنه لابد أن يصل الطالب إلى 60 درجة. ممتاز. وإلا سيعتبر راسما ويعيد المادة. لكن أعود بالحديث عن مهارة الكتابة ومهارة الكتابة والتحدث. نعم. هذه المهارة المستوى مقررات تختلف عملية التقييم الطالب، نأخذ بعين الاعتبار المقرر الذي نضع الطالب به. اختبار الكتابة لطلاب المقرر الأول يختلف عن طلاب المقرر الثاني عن اختبار المقرر الثالث، وكذلك الأمر بالنسبة للتحدث. كيف يتم اختبار الطالب بالنسبة للتحدث؟ أنت هناك مجموعة، هناك مجموعة، لا ليس اختبار محاسبا، هناك مجموعة، ونفس الأمر ينطبق على مهارة الكتابة، لا ينطبق عليها اختبار محاسب. هناك مجموعة من المقيمين. ممتاز. المسؤولين المدربين جيدا على تقييم الطلاب في مهارتي الكتابة
يعني يكون سؤال الطالب بشكل شفهي. نعم. والكتابة؟ والكتابة لابد أن يقوم الطالب بالكتابة نفسه. يعني يكتب أمام الـ 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 هو في اختبار، كأنه في اختبار. نعم. 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 ممتاز. نعم. هي عبارة عن أربع مهام من خلال يتم تقييم الطالب في مهارة الكتابة خلال الفصل الدراسي. لو قدر الله على الطالب ونسأل الله أن لا يكون ذلك، أنه لم يتجاوز هذا الاختبار، ما الذي يحصل؟ ما هي النتيجة؟ إذا رسب الطالب لابد عليه أن يعيد المادة، يعيد المقررات الثلاثة كاملة، واحد من المقررات، والطالب يدرس فقط واحد من المقررات. نعم, نعم. إذا بالضبط. نعم. وإذا درس المقرر الثالث مثلا، نعم. ليس بالضرورة يعني أن يكون الثالث يحتوي على الثاني والأول. لا طبعا مختلفة، هي مختلفة. نعم هي مختلفة، المقررات مختلفة عن بعض. الطالب مطلب منه يفترض به أن يأخذ مقررا واحدا. هل الأسئلة، أسئلة الاختبار في التي يتقدم لها الطالب، تكون عن مناهج الإنجليزية التي درسها أم أنها عن الإنجليزية عامة؟ هو الحقيقة الكتب الدراسية المستخدمة هي مجرد وسيلة. نعم. نحن نتكلم عن أهداف تعليمية. هذه الكتب الدراسية تخدمنا، تخدم الطلاب في عملية التدريس، لكن هناك وسائل أخرى مساعدة. يعني قد يمر على الطالب في الاختبار مفردة مثلا لم ترد في الكتاب، أو مثلا قاعدة من 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 قواعد اللغة لم تمر أيضا في الكتاب. لا، قواعد لابد أن تكون من القواعد التي درسها الطالب. والمفردات. المفردات طبعا من 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 عناصر القراءة الجيدة أن يتمكن الطالب من تخمين المعنى من خلال السياق. واحدة من هذه، واحدة من المهارات المطلوبة في مجال في مهارة القراءة. ممتاز، جيد. احنا ربما وصلنا الى محورنا الختامي. دعني أسألك دكتور، لا شك انه في المراحل، ونحن الان طبعا في السنة، هذه هي السنة الخامسة التي يطبق فيها، وخمس سنوات تطبق فيها نظام السنة التحضيرية، لا شك انه بعض الطلبة لهم انتقادات، يعني لهم اقتراحات، هل يتم استقبال اراء الطلاب في برنامج اللغة الانجليزية ولديكم وانت مشرف القسم؟ واحدة من المصادر التي تنير الطريق لنا في السنة التحضيرية وفي قسم مهارات اللغة الإنجليزية هي آراء الطلاب وتقييمهم وما يقدمون لنا من مقترحات وملاحظات. الحقيقة كانت ولا زالت تقدم لنا كثير من المعلومات القيمة عن البرنامج، عن المدرسين اللغة الإنجليزية، عن أيضا مناهج اللغة الإنجليزية، وبالتالي خدمتنا كثيرا في عملية تطوير مقررات اللغة. نعم. الإنجليزية وعملية تدريس اللغة الإنجليزية. نعم، ربما هذا السؤال الذي سأختم به إن شاء الله هذه الحلقة، هل تجد أن الطالب بعد تخرجه من أو بعد تجاوزه لهذا البرنامج يكون حصل على الكفاية اللغوية من قسم اللغة الإنجليزية، وبالتالي يستطيع ممارسة حتى حياته اليومية بطريقة لغوية صحيحة، أقصد بالإنجليزي، وكذلك متابعة دراسته وتخصصه بشكل الذي لا يعيق إن شاء الله؟ بإذن الله. كان بيودي أن يطرح هذا السؤال على واحد من خريجي هذا السنة التحضيرية، لكن من خلال ما يصلنا أنتم ما عندكم إحصائيات دكتور مثلا؟ لا. عادة ما تقدمون للطالب استبيان تجدون والله أنه رأيه في برنامج اللغة الإنجليزية وكيف هو بعد البرنامج؟ جميع الطلاب يطلب منهم تعبية هذا الاستبيان. ممتاز. استبيان مطول لمدة ساعة عن البرنامج. كيف وجدتم مراحل؟ طبعا هناك الكثير من الملاحظات القيمة، بشكل عام هي أثار إيجابية، ناتج. نعم. إيجابي. الإحصائيات، الدراسات التي أجريت الآن تبين أن نجاح الطالب في اللغة الإنجليزية وفي عمالة السنة التحضيرية بشكل عام تساهم بشكل كبير في نجاحه في السنوات الماضية. كيف كان مستوى الطالب بعد تخرجه من الجامعة عموما؟ هناك الكثير من الطلاب الذين يستطيعون تسجيل الدرجات عالية في اختبارات المعيارية مثل اختبارات الآيلتس واختبارات التوفل. ممتاز. طبعا هذا ما نتمناه. أنا شاكر. نعم. لك الدكتور عبد العزيز أبا مي، وأنت رئيس قسم مهارات اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود. يعطيك العافية دكتور. شاكر ومقدر لكم. أنتم مشاهدينا الأعزاء، نصل إلى ختام هذه الحلقة من السنة التحضيرية. في الغد بإذن الله لابد أن يكون معنا منحة جديدة أيضا ومن جامعة الملك سعود. كونوا على الموعد. أجمل التحايا من محدثكم أنس بن أحمد ومن طاقم العمل، في رعاية الله.